من هنا من استاد تامسات في تايلاند. هذا الملعب الذي يحتضن من خلال هذا المساء المواجهة التي تجمع منتخب أفيال الحرب، المنتخب التايلندي في الذي يستضيف منتخب الإمارات الذي يتصدر هذه المجموعة بست نقاط، المنتخب التايلندي بأربع نقاط، وبكل تأكيد يسعى من خلال هذه المباراة من الوصول إلى النقطة السابعة في مواجهة بكل تأكيد يسعى من خلالها هذا الرجل السيد أكيرا نيشينو المدرب الياباني المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، فيها العديد من التطلعات والطموحات. العالم بالنسبة للمنتخب التايلندي، خذوا هذا بشكل جميل، انطلاقة وكرة عرضية خطيرة خطيرة، لكن الكرة عدت وتحولت إلى خارج أرضية ملعب المباراة إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. محاولة خطيرة جدا، شوف السرعة، شوف الانطلاق، شوف التحرك، شوف التمريرة خلف المدافعين بهذه الطريقة، لكن ضاعت عن طريق من؟ عن طريق تارسيل دانجدا عنده 35 سنة، وطبعا هذه المباراة الدولية رقم 22 بالنسبة له، وبالتالي انضمامه كان متأخر في صفوف منتخب تايلاند. كرة في وسط الملعب، تسديدة قوية لكن الكرة تبعد. بعض منتخبات جنوب شرق القارة وحتى منتخبات وسط آسيا أصبحنا نشاهد ذلك الأمر بشكل كبير جدا، لدينا كرة وتسديدة لكن كرة بعيدة لخارج أرضية. خليفة الحمادي عادت لعلي سالمين، عمر عبد الرحمن كنترول ممتاز في وسط الملعب، الكرة تنقل للأمام ناحية علي مبخوت، هذه فرصة، خذوهات، هذه فرصة خطيرة لكن تبعد، تعود مرة أخرى في الجهة اليسرى من ملعب المباراة، العرضية العالية والكرة، دانجدا ينجح في أن يسجل لمنتخب تايلاند من كرة عرضية بعد ضغط مستمر تواصل منذ الدقيقة الأولى في شوط المباراة الأول في هذا اللقاء. كرة عرضية مخادعة لم يتوقعها الدفاع الإماراتي، وبالتالي تارسيل دانجدا ينجح في أن يسجل الهدف الدولي الذي يحمل الرقم 45 بالنسبة له وسط تفاعل جماهيري كبير جدا. تارسيل دانجدا يسجل هدف المباراة، تعود مجددا لصالح منتخب التايلندي، محاولة ما زالت قائمة ومستمرة، البحث عن كرة عرضية هي كذلك خطيرة خطيرة خطيرة، لكن عدت بسلام، عدت بسلام مانويل تومبير. هذه هي الإعادة، خطيرين التايلنديين في الكرات العرضية التي تكون بهذه الطريقة وبهذه الصورة، وخروج لم يكن موفقا في هذه المرة من جانب خالد عيسى، وبالتالي وسبعين يعني تاريخ مشاركاته في التصفيات يعتبر أقدم من تاريخ مشاركات المنتخب الإماراتي. لدينا محاولة الآن، لأن المنتخب الإماراتي اللي كان من المفترض أن يشارك في تصفيات مونديال إسبانيا 82، ولكن لعدم الجاهزية في ذلك الوقت كان القرار هو الانسحاب. يعني المشاركة الأولى أتت بالنسبة للمنتخب الإماراتي في تصفيات مونديال 86، والمباراة الأولى طبعا كانت بالنسبة للأبيض أمام المنتخب السعودي. في يذهب إلى مكانه، إلى منطقته، عمر على تنفيذ الخطأ من هذا المكان، عمر يسدد لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. شوف فيها عنصر المباغتة، فيها عنصر المفاجأة، يعني الكل توقع بأن هذه الكرة بون ماثان هو من سينفذ هذا الخطأ. عند الدقيقة 36 في الشوط الأول كرة ترسل للأمام خطيرة للغاية، لكن القائم يبعدها، أو العارضة، العارضة العارضة تتصدى لرأسية في غاية الخطورة للمنتخب التايلندي. هذه هي الإعادة، وهذه المرة عن طريق من؟ أيضا عن طريق تارسيل دانجدا، أيضا عن طريق تارسيل دانجدا. هذه هي الإعادة،
الكرة ما زالت مستمرة وقائمة لصالح المنتخب التايلندي. وهذه الكرة العرضية الخطيرة، اعتماد على الكرة العرضية. واليوم يعني من الأيام اللي أو من المرات القليلة النادرة حقيقة التي نشاهد فيها خروج في أكثر من مرة غير موفق بالنسبة ليست بالشكل المطلوب، وبالتالي الكرة تبع بعد ذلك لتصل لعلي مبخوت الذي يحاول أن يسابق الزمن من خلال يرسل كرة أقصى الجهة اليسرى لحسن صالح. يتقدم الحسن في أول انطلاقة على مستوى الجهة اليسرى لحسن صالح، يرسل كرة عرضية، جول جول. هو دائم الزيارة لشباك تايلاند، وبالتالي لابد له أن يزورهم في هذا المساء. مبخوت ينجح في أن يعدل النتيجة للمنتخب الإماراتي. هذه هي الانطلاقة، هي الأولى عن طريق الحسن صالح، لمرة الأولى يتقدم الجولتين السابقتين، وبالتالي بكل تأكيد التفكير في مواصلة ذلك في هذا في هذه الجولة الثالثة بانتظار صافرة حكم هذه المباراة، الحكم السريلانكي أسيب بيريرا الذي هو أهم المكاسب في شوط المباراة الأول. كرة في الجهة اليمين من ملعب المباراة، يبدو بأن لا يوجد أي تبديل في شوط المباراة الثاني، ولدينا كرة خطيرة جدا خطيرة جدا، لكن عدت ومرت عن طريق اللاعب سراش يوين. هذه هي الفرصة الأولى للاعبي الأبيض الإماراتي. كرة ترسل للأمام، محاولة الآن لصالح المنتخب التايلندي، هذه خطيرة، لكن خالد عيسى ممتاز، خالد عيسى ممتاز في خروجه، خرج في توقيت مثالي وقام بدور المدافعين، قام بدور المدافعين. للأمام كرة في الجهة اليمين العرضية، خطيرة خطيرة خطيرة، والهدف الثاني، الهدف الثاني لمنتخب تايلاند عن طريق أصغر لاعبيهم، عن طريق أصغر لاعبيهم إيكانت بانيا ينجح في أن يسجل الهدف الثاني في أول لحظات الشوط الثاني من المباراة. إصرار ورغبة كبيرة يتسلح بها المنتخب التايلندي في هذا اللقاء، على العكس تماما مما كان عليه الوضع على الأقل على الأقل في أول خمس دقائق. شوف الخطأ بالتغطية الذي لم يكن حاضرا على الإطلاق، هنالك خلل واضح. انطلاقة سريعة وتقدم، محاولة ما زالت الفرصة قائمة، التمريرة، يا لها من لقطة، يا لها من كرة، يا لها من كرة، تمريرة. جاسم حاول برغش يرسل كرة عرضية، لكن كرة إلى ضربة ركنية تحولت، الكرة تحولت إلى ضربة ركنية. تحدثت بأن وتأهلت لكأس آسيا للمرة السابعة في تاريخها في الإمارات بجيل رائع للكرة الإماراتية في ذلك الوقت. لدينا كرة خطيرة والكرة عدت، عمر عبد الرحمن ليس ك ك ك لكن لدينا كرة الآن، خليل كاد أن يفعلها ويعيد المنتخب الإماراتي للمباراة، كاد أن يفعلها أحمد خليل. للأمام في الجهة اليمين من ملعب المباراة، التسديدة من بعيدة، الكرة إلى خارج أرضية حارس مرمى المنتخب التايلندي اللي حاول يركز بكرة خليل والتسديدة، لكن الكرة والخطأ بكل تأكيد يبقى ممنوعا ممنوعا في هذه اللحظات. وكرة لكن عدت. علي صالح، ما زالت العرضية، مبخوت خليل، لكن الفرصة تضيع. هذه هي الإعادة، هذه هي الإعادة. شوف ردة فعل فارمين، وفي هذه اللحظات أيها الأحبة الكرام مشاهدين عبر قنوات الكاس الرياضية أينما كنتم، منتخب تايلاند ينجح في أن ينتصر على المنتخب الإماراتي بهدفين.